السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. أهلا بيكم في فيديو جديد من رياضيزيا. النهاردة بنكمل الكورس بتاع الكومبلكس فانكشن، ودوت الفيديو الرابع. نصيحتي ليك تمشي الفيديوهات بالترتيب عشان تجمع أكتر معلومات يعني. تمام، هنبدأ بأول حاجة نظرية مهمة جدا، معتمدة على 3 مفاهيم لازم تعرفها كويس قوي. المفهوم الأول، خلينا بس ناخد القلم كده. المفهوم الأول وهو الباوند فانكشن. يعني إيه باوند فانكشن؟ تمام. المفهوم الثاني طول القوس، تمام، بتاع الاكتفاء بالارك اللي اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات. والمفهوم الثالث هو نص نظريه، انا كتبت الاستيك بتاعها بس عشان اقدر اثبت النظريه دي. خليك عارف، يبقى انت كده عليك الاستيك تكون فاهمه كويس. تعالى بس نشيل الحته ديت، يلا بينا. اول حاجه الاستيك بتاع النظريه ديت تكون عارفه كويس قوي. ان بيقول ايه مثلا؟ ان الانتجريشن على السي ده لاين انتجرال او بيتسمى لاين انتجرال او كلوزد انتجرال على كونتور سي، تمام، لفانكشن اف اوف زد دي زد. ده تقدر تعبر عنه انتجريشن من تي نوت لتي كابيتال اف اوف تي، فانكشن ثانيه مختلفه عن الاف، مضروبه في اكس دوت بلس اي واي دوت اوف تي دي تي. المفهوم بتاعه عايزك تكون عارفه كويس قوي، هنستعمله وغالبا هو دوت هيكون هو الحاجه الاساسيه اللي هتقدر تثبت بيها البروف دوت. تمام، فخليك عارف نص النظريه ده كويس قوي. نبدا بقى. النظريه بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو الام دوت هو الابر باوند اوف اف اوف زد اون ذا ريجولار ارك سي اند ال از ذا لينث اوف ارك سي، بروف ذات ان المودلس انتجريشن على السي اف اوف زد دي زد اقل من او يساوي ام في ال هو اللينث اوف ارك، والام دوت هو بيبقى بوزيتيف كونستانت اللي هو جاي من الابر باوند. تمام، الابر باوند للسي. طيب، او قبل ما اخش برضو عايز انبه لك لحاجه قلتها من شويه واعيدها تاني. المفهوم بتاع الفانكشن الباوند، امتى نقول اف اوف زد ديت باوندد فانكشن؟ بنقول على اف اوف زد باوندد فانكشن لو لقيت ثابت موجب وليكن نسميه ام، بشرط ان المودولس او الابسوليوت لاف اوف زد، الابسوليوت لاف اوف زد اقل من او يساوي الكونستانت الام ده. الام دوت ممكن يبقى كي اي حاجه، اي رمز. تمام، لو حصل المنظر دوت يبقى الفانكشن دي باوند. طب اديني مثال كده في الريال، الحاجات اللي عارفها. الساين، انت عارف ان الساين اكس دي ساين او كوزاين، ساين اكس بتكون الناتج بتاعها محصور ما بين السالب واحد والواحد، مظبوط؟ طيب، طب ما انت الفكه بتاعت اللي هي اقل من او اكبر من، مش ديت هي نفس فكه المودلس، هي نفس فكه الابسوليوت؟ طيب مش دي انا اقدر افك الابسوليوت لاف اوف زد اقل من او يساوي لما اقدر افكه اقول اف اوف زد ما بين بوستيف ام وما بين نيجاتيف ام. تمام، اهو الفكه دي هي بتاعت الابسوليوت. حصل المنظر دوت يبقى الاف اوف زد ديت الابر باوند بتاعها الام واللور باوند بتاعها اللي احنا بنسميه نيجاتيف ام. تمام، بقدر اعبر ديت ايه؟ عن طريق الابسوليوت بتاعها. طيب، يبقى كده فهمنا ايه الام اللي هو كاتبها ديت. الام ده كونستانت، اي كونستانت. تمام، ماشي. تعالى نبدا بقى في النظريه. عايز بيثبت انتجريشن على السي اف اوف زد زد اقل من او يساوي الام في الام. تمام، كاتب لك اف اوف زد از كونتينوس فانكشن اون ذا ريجولار ارك سي. طبعا الفيديو اللي فات مفهمين موضوع الريجولار ارك وشارحينه.
فدوت نقدر نعبر عنه بجوردن كيرف، المعادله بتاعته زد اوف تي يساوي اكس اوف تي بلس اي واي اوف تي، والتي طبعا محصوره بين تي نوت وتي. تمام، النظريه اللي انا بقول لك عليها ده نص النظريه فقط هنستعمله، فخليك عارفه كويس قوي. كل اللي هتعمله كانك هتغش كده، هتبص للراس السؤال او البروف، هو عامل ابسوليوت للانتجريشن على سي اف اوف زد دي زد، تعالى هنا واعمل ابسوليوت. تمام، انتجريشن على سي اف اوف زد دي زد، عملت الابسوليوت. تمام، بص الحركه دي المفروض هتعمل ابسوليوت يساوي ابسوليوت المنظر ده كله، كانك ما عملتش حاجه. ما هو ده تكامل على السي، وهو ده التكامل، كانك حطيت هنا ايه علامه الابسوليوت وهنا علامه الابسوليوت. جميل، في نظريه مشهوره بتقول لك ان ابسوليوت الانتجريشن اقل من او يساوي انتجريشن الابسوليوت، فعشان تدخل الابسوليوت جوه الايكواليتي ديت هتبقى اقل من او يساوي. تمام، وبعد كده الابسوليوت هيخش جوه. طب لما الابسوليوت يخش جوه عندك ضرب حاجتين، هيبقى ابسوليوت الاولاني في ابسوليوت الثاني. ماشي، ابسوليوت الاولاني اهو في ابسوليوت الثاني، خلاص فهمت الحته دي كويس. ابسوليوت الاولاني هو بيقول لك الاف ديت باوندد، الاف ديت باوندد، يبقى ابسوليوت الاولاني دوت اقدر اشيله واعمل ايه، اسميه ام، وكده كده العلامه ليس اقل من او يساوي، ما زالت هتكون اقل من او يساوي. تمام، يبقى تبقى عندك المنظر دوت اللي هو يعني الحته دي كلها طلعت بام. تمام، جايه من التعريف بتاع الباوند فانكشن. تمام، اتبقى عندك الابسوليوت بتاع الجزئيه دي. طيب ابسوليوت لاي حاجه كومبلكس كنا بنعملها ازاي، جذر مربع الحاجه الريال بلس مربع الحاجه الريال اللي قصاد الاي برضه. تمام، فدي هتبقى اكس دوت تربيع بلس واي دوت تربيع، وطبعا الروت تقدر تعبر عنه باور هاف. المنظر دوت كده، المنظر اللي هو انتجريشن من تي نوت لتي اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير، كل دوت تحت الروت دي تي، دوت هو ال ال اللي هو طول القوس بتاع الريجل الارك. تمام، فال ال 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 هو الحته دي كلها، لو شلت الحته دي كده وقلت ال ال يبقى انت وصلت ام في ال. تمام، كنت بادئ بانتجريشن على السي، الابسوليوت انتجريشن على السي اف اوف زد دي زد، والعلامه الاصليه هنا اقل من او يساوي وليس يساوي، فوصلت ان انتجريشن على الابسوليوت انتجريشن على السي اف اوف زد دي زد اقل من او يساوي الام. تمام، ده اللي هو كان عايز يثبته في النظريه دي. طيب هنروح لحاجه ثانيه مهمه جدا، وهي الاكسبلينيشن بتاع ريمانز ديفينيشن. تمام، ايه هو مفهوم ريمان في الانتجريشن، ايه هو المفهوم بتاع ريمان في الانتجريشن؟ هم اربع مفاهيم هتلاقيهم سهلين جدا من كتر ما احنا بنستعملهم، خليك عارفهم برضو ومش هيختلفوا عن المفاهيم اللي انت كنت عارفها في الجزء الريال. هي يقول لك لو اف اوف زد ديت انتجرابل along arcs اي بي وبي سي، then ال A C لو انت هتبدا من A وتروح لل C تقدر تقسمها يكون من A ل B زائد من B ل C. طبعا ديت معروفه وما فيهاش اي مشاكل، كانك اخد كوبري في النص. طيب بيقول لك لو انت عندك لو F of Z is integrable along L1 و L2 and has opposite direction، يعني انت عندك ال L1 في الاتجاه مثلا دوت، عندك ال L1 في الاتجاه ده، وعندك ال L2 في الاتجاه ده، دي كده ال L1 ودي كده ال L2. تمام، opposite direction عكس بعض في الاتجاه، فبتقدر تقول ان ال L1 بيساوي سالب الانتجريشن بتاع ال L2، او العكس ال L2 بيساوي سالب الانتجريشن بتاع ال L1. يعني بمعنى صح لو انت هتساوي الاثنين ببعض ينفع تشيل واحد وتحط له نيجاتيف. تمام، طيب ثالث واحد دوت ما فيهوش اي مشاكل، وهو ان لو عندك كونستانت، تمام، في انتجريشن للكونستانت مضروب في فانكشن تقدر تطلع الكونستانت ده بره. رابع واحد هو الاعم بتاع رقم ثلاثه، لو عندك انتجريشن لترمين مجموعين وفي كل واحد مضروب في كونستانت مجموعين او مطروحين تقدر تطلع الكونستانت بره. تمام، وتوزع الانتجريشن. خاصيه اللي هي الثالثه او الرابعه ديت خاصيه اي لينير اوبريتور عموما، مش شرط الانتجريشن، اي لينير اوبريتور بيعدي على الجمع والطرح ويطلع اي ثابت بره. تمام، ماشي، دول مهمين خليك عارفهم كويس قوي. بعد كده دخلنا لشويه كده مسائل جميله ومهمه بتوضح لنا شويه المفهوم بتاع انتجريشن على السي اللي كل شويه بنكرره ده،
ايه المعنى بتاع انتجريشن على السي. تعالى كده نشوفها ونفهمها. يقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي انتجريشن على السي لدي زد اوفر زد وير السي از سيم سيركل فروم نيجاتيف 1 تو 1. طيب بص بقى دلوقتي انت عايز تحسب التكامل ده. طبعا المفاهيم مش اللي هي المفاهيم اللي جايه في دماغك تقول لي دي زد على الزد يبقى دوت هيطلع لين زد وخلاص. الكلام دوت لو كان انتجريشن كده وساكت من غير ما يجيب لك سيره انه عايز مسار معين تكامل عليه. جميل. وفي الكومبلكس الوضع مختلف غير الريال. ماشي. طب عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك ان اهم حاجه بتكون في الانتجريشن مش الفانكشن اللي انت هتكملها. اهم حاجه بتكون في الانتجريشن هي المسار اللي انت هتمشي عليه. هو هنا بيقول لك السي اللي عطولك في السؤال هي نص دايره من سالب واحد لواحد. ماشي. طب سيمي سيركل من نيجاتيف 1 ل 1 ممكن تكون اباف الاكس اكسس وفي نفس الوقت ممكن تكون ايه؟ بيلو الاكس اكسس. ما هي نفس المفهوم هو ما حددش، يبقى انت تعمله الاثنين. طيب تعال نشوف كده ونشوف الفرق ما بينهم. دلوقتي انت السيركل اللي انت راسمها دي او السيمي سيركل اللي انت راسمها الراديوس بتاعها بكام؟ الراديوس بتاعها بواحد. طب احنا كنا واخدين مفهوم في الفيديو الاولاني خالص ان الزد بيساوي ار اي باور اي سيتا، اي باور اي سيتا، اي في سيتا، صح؟ دلوقتي الار عندك انت بواحد، يبقى اقدر اشيل الار دي، الار دي كانت تتشال ويتحط واحد، يبقى الزد باي باور اي سيتا. تمام. مسكت انا بقى الزد اللي هي باي باور اي سيتا ديت وهنحطها في السؤال. انتجريشن على سي اف اوف زد دي زد، هيبقى انتجريشن المنظر دوت انا حبيت اعمله كده، واحد على الزد دي زد. تمام. حلو قوي. لحد دلوقتي انت شغال كله مع الزد، فتقدر تكتب السي. اول ما تشيل الزد وتعبر عنها بدلاله السيتا اللي هي اي باور اي سيتا، وقلنا جت منين، يبقى ما ينفعش تعمل انتجريشن على السي، لازم تحط الحدود بتاعت السيتا. طب ايه هنا الحدود بتاعت السيتا؟ بص بقى، هو قال من نيجاتيف 1 ل 1 ولازم تراعي الاتجاه، يبقى من نيجاتيف 1 ل 1 يبقى السهم هيكون معمول كده. ده حته مهمه. إيه عندك انت التقسيمه بتاعت السيتا عارفها. السيتا هنا لسه ما اتفتحتش، ما هي السيتا ديت اللي هي الزياده مع محور اكس، السيتا هنا لسه ما اتفتحتش. تمام. يبقى بزيرو، وهنا السيتا بباي على الاثنين، هنا السيتا بباي. فانت بتعمل انتجريشن من نيجاتيف 1 ل 1 يعني من باي لزيرو، من الباي للزيرو، يبقى الانتجريشن من باي للزيرو. تمام. الزد شيلها واكتب اي باور اي سيتا، ودي زد طبعا هتشتق الزد دي ما فيهاش مشكله، مشتقه الاي باور اي سيتا باي اي باور اي سيتا دي سيتا. تمام. هتروح معوض في السؤال الاي باور اي سيتا، هتروح مع اي باور اي سيتا، وهتلاقي انتجريشن تافه جدا، الاي تطلع بره، يبقى انتجريشن كانك ما بتكملش حاجه، انتجريشن للاي بره. تمام. من باي، من باي للزيرو. بلاش نعملها، هي واضحه قصادك اهي، دي هتطير مع دي والاي تطلع بره. انتجريشن للدي سيتا بسيتا، هتعوض باللي فوق بزيرو وتعوض باللي تحت بباي. طبعا بتقول تعويض اللي فوق ناقص تعويض اللي تحت، فهتطلع في الاخر ايه؟ نيجاتيف باي، وفي اي قبل كده قلناها، يبقى نيجاتيف باي اي. تمام. يبقى نيجاتيف باي اي، يبقى دلوقتي لما انا اعمل انتجريشن اباف الاكس اكسس تلعب بنيجاتيف باي اي. طب تعالى كده نشوف لو هنعمل انتجريشن بلو الاكس اكسس هيكون من نيجاتيف 1 ل 1، ونفس اللعبه. دي دايره او نص دايره مش فارقه معاك، مش فارقه معاك الا في حدود التكامل هي اللي بتحدد لك النص دايره او الدايره، لكن المعادله بتاعت الدايره مش هتتغير كون اللي هي نص دايره او دايره. اللي بيحدد لك حته نص دايره او دايره دي حدود التكامل. تمام. هي حدود السيتا يعني. فانت شغال من نيجاتيف 1 ل 1، فالسهم هيكون معاك كده، والسيتا هنا قلنا لسه قايلين بباي، ولما تمشي هنا دي هنا ب 270 وهنا ب 360، يعني من باي ل 2 باي. تمام. يبقى عندك المساله هتكون من باي ل 2 باي، واحد على الزد دي زد، قلنا الواحد على الزد بايه؟ باي باور اي سيتا في المقام، يعني تقدر تكتبها اي باور نيجاتيف اي سيتا، اللي هي الحته دي انا كتبتها اي باور نيجاتيف اي سيتا، ودي زد لسه عاملينها اي باور اي سيتا دي سيتا. الاي باور اي سيتا هتطير مع اي باور نيجاتيف اي سيتا، والاي تطلع بره التكامل، يبقى تكامل كان مفيش حاجه هتكملها، تكامل الدي سيتا بسيتا، عوض باللي فوق ب 2 باي وعوض باللي تحت بباي وترحم من بعض يدي لك باي ار. يبقى دلوقتي الفانكشن ديت اللي هي تكامل على السي دي زد، الانتجريشن ده انتجريشن على السي دي زد اوفر زد دوت، طلع عليه قيمتين، القيمه الاولى بنيجاتيف باي اي لو السيمي سيركل بتاعتك هتكون اباف الاكس اكسس، او
بباي اي لو السيمي سيركل بتاعتك اللي هي من نيجاتيف 1 ل 1 هتكون ايه؟ بيلو الاكس اكسس. جميل قوي. يبقى دلوقتي المسار بيفرق معاك، تمام؟ مش شرط نقطة البداية ونقطة النهاية، المسار بيفرق معاك. دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة، قيس على كده بقى أي حاجة، مش شرط نيجاتيف 1 ل 1، ممكن أي قيمة لقيمة تانية بس تكون نفس القيمة طبعا، يعني مثلا من نيجاتيف 5 ل 5، أي حاجة كده يعني، من البلدي من نيجاتيف R ل R. طيب تعالى ناخد مثال تاني كده يوضح لنا العملية وتعالى نشوف. بيقول لك احسب لي الانتجريشن دوت دي زد اوفر زد، نفس المساله اللي فاتت بس مغير شكل السي. بيقول لك السي هي دايره السنتر بتاعها الاوريجن والريديوس بتاعها ار، يعني سايبها كلها في العموم. جميل قوي. طيب السنتر بتاع الاوريجن والريديوس بتاع الار، يبقى دلوقتي دي حته مهمه كنا قايلينها في اول فيديو خالص من خواص بتاعت الكومبلكس، ان زد ماينس زد نوت الابسولوت بتاع المودلس بتاعها بيساوي الار. دي كده معادله الدايره وشرحناها وفكناها، تمام؟ قلنا دوت بيكون هو السنتر ودوت بيكون هو الراديوس. الحمد لله هو قايل لك السنتر بزيرو، يبقى الحته دي كانها ما فيش حاجه، ما فيش، يبقى ابسولوت الزد ايكوال ار. ديت تقدر، طب عندك الراديوس بار، انت عندك كمان ان الار الزد انت عارف المعادله بتاعتها ار اي باور اي سيتا، اي باور اي سيتا، تمام؟ هنا الراديوس سايبه في العموم وكاتب كابيتال ار، يبقى تحط له هنا الراديوس بكابيتال ار، تمام؟ يبقى اقدر اشيل الزد، اهي كاتبها لك بالتفصيل، الزد باي، الزد باي ار اي باور اي سيتا، وشيل الار وحط ار كابيتال، واشتق كمان الدي زد بالمره، هتبقى اي ار اي باور اي سيتا دي سيتا، وعوض كله بقى في السؤال اللي هو دي زد اوفر الزد، عوض كله هيطير مع بعض والار هيطير مع الار. هيبقى الاي بره والانتجريشن بتاعك ليه من 0 ل 2 باي؟ ليه الانتجريشن من 0 ل 2 باي؟ لانه ما قالش، ما حددش، هو كتب لك انتجريشن على السي وسكت. انتجريشن على السي، والسي عباره عن دايره، فانت هتعمل الدايره بالكامل، وانت عارف ان السيتا بتاعت الدايره من 0 ل 2 باي الخواص بتاعت البولر، بولر كوردينيتس، انت عارف ان حدود السيتا من 0 ل 2 باي، تمام؟ عشان تقفل لك الدايره بالكامل. هيكون من 0 ل 2 باي، التكامل دي بسيتا وتعوض بالفون اقصى تحت يدي لك 2 باي اي. مساله تاني بس مغير السنتر، بيقول لك فايند ذا فاليو اوف انتجرال 1 على زد ماينس اي راوند ذا سيركل هوز ايكويشن مود زد ماينس اي ايكوال ار. طيب بص بقى دي مهمه بقى. دلوقتي عايز يحسب، هو مغير الشكل شويه، بيقول لك عايز يحسب الانتجريشن دوت، تمام؟ وعلى ايه؟ على المسار بتاعه هيكون دايره معادلتها زد ماينس اي ايكوال ار، تمام؟ طيب يعني كانه عاطيني بالبلدي كده السؤال شبه الاسئله اللي فاتت بس مكتوب بالصوره دي، تكامل على السي دي زد اوفر زد ماينس اي، ده كده كان السؤال بالظبط. فانت هنا بقى تركز معايا عشان تعرف تكمل. هنا بتبص للمساله كويس، قايل زد ماينس اي ايكوال ار، تمام؟ هيحصل حاجه لو انا مش هقول بقى ان الزد ايكوال ار اي بار اي سيتا، هسمي الزد ماينس اي على بعضها ب ار ار دي ار اي باور اي سيتا. هل كده الكلام ده سليم ولا غلط؟ تعال نشوفه كده، اي اي سيتا، تعال نشوف الكلام ده سليم ولا لا. لو انت اخدت الابسوليوت للكلام دوت هيكون المود او الابسوليوت بتاع زد ماينس اي يساوي ابسوليوت الكلام ده. الار ديت هتبقى موجبه 100% لانها بتعبر عن الراديوس، طلعها بره، تمام؟ الار هتطلع بره، هيكون معاك المود بتاع اي باور اي سيتا، المود بتاع اي باور اي سيتا، المود بتاع اي باور اي سيتا دوت اي باور اي سيتا عباره عن كوزين سيتا بلس اي ساين سيتا، والمود عندك بيعمل جذر مربع كل مركبه او كل حته ريال، فهيكون جذر كوزين سكوير بلس ساين سكوير اللي هو بكام؟ بواحد، يعني في الاخر اتبقت الار. فهمت الحته دي؟ الحته دي كده مود الاي اعرفها على طول، دي نظريه مود اي باور اي اي مثلث يساوي الواحد وانت مغمض، تمام؟ فالكلام اللي احنا عملناه نقدر ناخد ان الزد ماينس اي ايكوال ار، صح، ان انا كنت بادئ زد ماينس اي ايكوال ار اي باور اي سيتا، وفي الاخر لما اخدت الابسولوت طلعت برضه بار، فالكلام سليم. يبقى دلوقتي هتقول ايه؟ هتاخد ان الزد ماينس اي ايكوال ار اي باور اي سيتا، عشان لو جيت اخدت الابسوليوت ده هيطير هيبقى الار، يبقى انت ما عملتش حاجه، يبقى زد ماينس اي بار اي بار اي سيتا. محتاج طبعا الدي زد، الدي زد هيكون ايه؟
اي ار اي باور اي سيتا دي سيتا، وهنا الزد مشتقتها دي زد، ومشتقة النيجاتيف ايه بزيرو. هتمسك دول وتروح تعوض في السؤال اللي انا كنت كاتبه هنا، هتلاقي ار اي باور اي سيتا، وهنا اي ار اي باور اي سيتا، كله هيطير مع بعضه، هيتبقى الاي طبعا انت بتكمل على دايره هيكون من 0 ل 2 باي، ففي الاخر هيتبقى 2 باي اي، برضه مفيش اي مشكله. تمام، هذا موضوع تاني هنخليه الفيديو اللي جاي. نكتفي بهذا القدر، فيديو مهم وبيديلك حريه في الحلول. وبعد شويه كده الفيديو الخامس ان شاء الله اول ما نخش على كوشي بقى، كوشي ثيرم وكوشي انتجرال فورمولا وكوشي ثيرم اوف ريزيديوس، هتلاقي الموضوع مش محتاج كل اللي بيحصل ده، يعني هناخد نظريه نخلص كل الكلام دوت باذن الله. ونتمنى ان شاء الله كده نستمر وبالتوفيق باذن الله.